في حفل بهيج توجت وزارة التعليم قراء المستقبل وجيل الغد المتأهلين لتمثيل الوطن في تحدي القراءة على مستوى الدول العربية، بعد اختيارهم من بين أكثر من 1,000,000 طالب على مستوى إدارات التعليم بالمملكة. وقد أولت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لهذا المشروع أهمية بالغة، فسعت إلى توسيع نطاق المشاركة فيه عاما تلو آخر، وعملت على تحفيز المدارس والطلاب للمشاركة فيه إدراكا منها لأهميته التي تأتي منسجمة مع توجهات المملكة وتطلعات قيادتها الرشيدة ورؤيتها الموفقة في بناء أجيال مثقفة واعية قادرة على مواكبة التطور الحضاري والفكري والثقافي المتسارع الذي يعيشه العالم من حولنا. تحدي القراءة مبادرة انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى الوطن العربي لزيادة الحصيلة المعرفية والثقافية لجيل المستقبل. لقد ظهر باهراً أن ما نسب إليكم بأنكم أخرجتم للناس لتكونوا أفضل هبة من الله لهم يقين وثقنا به وآمنا به وبشرنا به، إن أقرانكم يقرؤون على المستوى العالمي ما معدله 26 كتاباً، ومنذ 4 أعوام تقرؤون أنتم 50 كتاباً فأكثر. أيام من العمل وساعات من القراءة والتنزه بين الكتب يحصدون ثمارها اليوم، وشعارهم من جد وجد ومن زرع حصد. أنا سعيدة للغاية، أنا فخورة للغاية ابتداء من وجودي هنا اليوم. تعرفت على الكثير من هم في نفس عمري، أكبر مني أصغر مني، ممن يشاركوني نفس الشغف، شغف القراءة. أيضا أنا سعيدة لحصولي على المركز الأول، آملة أن أستطيع تمثيل المملكة حسن التمثيل بإذن الله في المحافل الدولية لاحقا، وشكرا. المسؤوليات زادت والعبء زاد الآن، ولكن بإذن الله استطعنا نحصل الأول في المملكة العربية السعودية، نحصل كذلك على مستوى الوطن العربي. قارئة أنا وأحب التحدي، من قال عني لا أستطيع ولا أوتي، وأنا التي بالقراءة تفتحت مداركي وبدت أفرق بين ماضي وحاضري. جهود حثيثة تبذلها وزارة التعليم لرفع المستوى الثقافي والمعرفي لسواعد المستقبل وتمكينهم من بناء الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة. لقناة عين، عبد الله حامد، الرياض.